مهمة الداخلية في الفترة اللي جاية تأمين جميع المنشآت الحيوية. حتى احنا يا باشا؟ حتى احنا يا حسام. هو ايه اللي هيحصل في البلد بالظبط؟ ربنا يستر. صباح الخير يا باشا. وانا مش قلت لك يا فارس اني مش عايز اشوف وشك هنا تاني غير ومعاك الزفته اللي اسمها انجي؟ يا باشا دي زي ما تكون فص ملح وداب، ده ما بقاش فاضل غير الناس قال عليها في المستشفيات والاقسام. لا يا راجل، مستشفيات والاقسام؟ طب ايه رايك ما نروح نبلغ البوليس احسن؟ ها، عشان الناس تقول ان مرات عز الدين نديم هربت ومش عارف يوصل لها. يا باشا قول لي طيب انت عايز ايه وانا رهن اشارتك. انا عايز ان انا اقول لك تعمل ايه؟ امال انت ايه فايدتك؟ ها، اسمع يا فارس، هم 48 ساعة لو ما جبتهاش اقسم بالله هخليهم يدوروا عليك انت كمان. يا باشا طب انا ذنبي ايه؟ مش عايز كلمة واحدة زيادة. حاضر تمام سعادتك. طب اسمع، ما تسأل عليها معرفة القدام. ودي برضو حاجة هتفوتني، ما انا رحت سألت بس في المستخبي كده كلهم قالوا لي ما يعرفوش عنها حاجة. لا والله. اه والله رحت سألت في المستخبي. هو انت اعطل يا فارس؟ ها، امال عايزهم يقولوا لك ايه؟ ها، احنا مخبيينها. خلاص سعادتك انا هتصرف، الا بالحق عندي ليك خبر بخصوص عماد وصفي. اتشد شده جامده امبارح من الجماعه. اللهم صل على النبي. امال انت فاكر ان انا هعتمد على واحد زيك انت عشان يجيب لي الاخبار؟ علمك يا فارس انا لو عايز اجيب انجي النهارده هجيبها، انا بس عايز اديك فرصه، لان لو انا اللي جبتها هتبقى خلاص انتهيت، واكيد انت عارف انا هعمل ايه. تمام يا باشا، تأمرني بحاجه تانية يا باشا؟ ايه ده يا حسني؟ انت مسافرة؟ اسافر ايه بس يا رائف؟ امال ايه الشنط دي؟ بس الوضع بقى صعب قوي، انا محتاجة ان انا ابعد شوية، كفاية ان انا كنت هموت امبارح، الله اعلم بعد كده هتلاقوني مقتولة. بعد الشر عليك يا حسني، ان شاء الله مش هيحصل حاجة. يعني انت خلاص قررتي تسيبي بيتك؟ لا مش قوي كده، هبعد شوية بس كده لحد ما الامور تهدى. طب بالنسبة للعمال اللي جوه هتحب اقف معاهم؟ شكرا قوي، ربنا يخليك. انا كلمت عم مريم، هو هيجي يقف معاهم، هو اللي جايبهم فهيعرف يتعامل معاهم احسن. تمام خلاص، طالما شايفه كده هتوحشينا. اكيد هوحشك. يعني اكيد هتوحشينا كلنا. انتوا كمان هتوحشوني قوي، متشكره على كل حاجه عملتها معايا امبارح. انت بتقولي ايه؟ يعني الاقي حد بيهددك واسكت؟ ده ناكله بسناني. عارفة انك راجل وسند. طيب انت عايزة حاجة؟ شكرا قوي قوي، خلي بالك من نفسك. حاضر، باي باي. باي باي. الحمد لله باشمهندس ناير عدى مرحلة الخطر. الحمد لله، إلهي ربنا يطمنك يا دكتور. طب هو ليه مش فايق؟ احنا اللي منيمينه، لأن هو أول ما فاق حس بألم شديد جدا نتيجة الكسور اللي موجودة في جسمه. الأفضل ليه إن هو ينام أطول فترة ممكنة، خاصة إن هو ما كانش في كوما. يعني إن شاء الله خير؟ إن شاء الله خير، هي المسألة مسألة وقت مش أكتر. الحمد لله. شكرا يا دكتور.
يا كبير عز الدين نديم خلاص راحت منه، طايح في الكل طور لا مؤاخذه من غير لجام. اصل موضوع مراته ده ناقح على كرامته قوي ومجننه، وما لما يعرف بقى ان بنته حرمه الماسون الاتنين بسم الله ما شاء الله بقوا بودراجيه هيعمل ايه؟ انا بيني وبينك شايف ان الوقت قرب قوي ان احنا نضرب بقى يا كبير. هي دي اللحظه اللي احنا مستنيينها من زمان، عز الدين نديم في اضعف حالاته، وهي دي اللحظه اللي احنا مستنيينها من زمان. سيبك من الشويتين اللي هو عاملهم لنفسه دول. اتقل ليه بس يا كبير؟ بتقول ايه اللي هيحصل؟ اتفضل يا باشمهندس. ماشي يا عم صالح، عظمه، كويس قوي. بص يا ايه يا ابني، ايه الشمخه اللي فيك دي؟ وايه ما تجيب الجزمه في وشي احسن، هات على حجري. وبعدين ايه الفرحه اللي فيك دي؟ غريبه جدا، ايه ده؟ فكرتي يا شيخ، تحب الغيها خالص؟ لا لا لا. طب ايه، استهدى بالله كده يا صالح؟ انت متاكد ان الناس دي هتشتغل معانا؟ اضمنهم برقبتي يا باشمهندس، ثم دول موظفين في اماكن حساسه في الشركه، وبيني وبين حضرتك يعني هم حابين يتعاونوا معانا عشان عارفين ان احنا على صح، وهناك في الشركه مضايقين عليهم على الاخر، بس هم محتاجين شويه فلوس يعني. مش مهم انهم محتاجين فلوس، بس المهم انهم ما يروحوش ليدفع اكتر. ايوه خلي بالك يا صالح من النقطه دي، النقطه دي مهمه جدا. عيب يا حمدي، ما انا بقول لك اضمنهم برقبتي. طيب هو الاهم كمان انه لازم يبقوا مفتحين كده واعيين زيك، ما يبقوش مدب ويودونا ورا الشمس. يا باش مهندس انا مختارهم كلهم فرز اول. ربنا يستر. يا استاذه ما تقلقيش يا باشمهندس، ما تقلقش، بقول لك صالح ابن منطقتي واد جدع ومفتح وملحلق زي يا باشمهندس. ايه؟ زيك؟ ايه اللي المهم خالص؟ حاضر. ايه اللي المهم خالص والموضوع انت جدا انا اتشرفت بيك. ايه ده؟ ليه؟ وايه اللي زيك دي بتقفل؟ يعني بتقفل؟ يعني انت فاكر انها دي بتفتح الدنيا والدنيا بتبقى حلوه؟ بتقفلني خالص. معلش يا باشمهندس عشان خاطري. اتفضل. عشان خاطرك بس يا صالح. طب بص يا صالح، تحت امرك. اهم حاجه في الموضوع ده ان محدش من الناس اللي انت هتختارهم دول يعرفوا عني حاجه، او عن روان او عن حمدي. ما تقلقش يا باشمهندس، شيله شيلتك. ما تقلقش والله، وانت لازم تشيل شيلتك. حاضر ماشي. دلوقتي بقى اسمع مني الخطه اللي هتمشي عليها الفتره الجايه. كلي اذان صاغيه، اؤمر وانا على التنفيذ. مساء الخير عليكم، انا انجي زهران العالميه المعتزله، دلوقتي حرم الملياردير عز الدين نديم. اكيد كلكم هتسالوا انا ليه بعمل الفيديو ده وليه لابسه النضاره دي. اجابه هتعرفوها دلوقتي حالا. الورم ده اللي تحت عيني اثر ضرب عز الدين نديم ليا، دلوقتي بيهددني. هقتلك يا انجي، هقتلك. وبعدين يا باشا؟ أول مرة يا باشا تقول لي مش عارف. ما هو الموضوع لو بالطريقة اللي احنا شفناه بيها دي، الحوار ده كبير يا أحمد. أنا ما صدقتش أما لقيته نازل ورا عماد وصفي بخمس دقايق. بس إيه؟ مش ممكن تكون صدفة؟ ما هو أنا ده اللي هيجنني. أنا يا باشا حاسس إنها صدفة. مش حاسس بكده برضو؟ يا ابني احنا ما فيش حاجة في شغلنا اسمها حاسس أصلاً. يا باشا حسك الأمني. ستوب. بس أنا قبل ما أصعد معلومة زي دي لازم يكون في دليل. بس لو هتصعد تقول ايه؟ عماد وصفي عنده مقابلة مع حد من رجالة البلد. ابتديت تودك يا احمد. طب قول لي هنعمل ايه؟ طب ليه ما تكونش مقابلة عادية؟ مقابلة عادية؟ مقابلة عادية واحنا عندنا معلومة ان هو بيشغل فلوس حد تقيل في البلد، صح؟ عارف يا باشا انت بتقول ايه؟ انت كده بتقول ان عماد وصفي بيشتغل بفلوس. معلومة. ايه اللي حصل؟ البوليس هجم على البيت اللي فيه ريم. انت
طب وهي عرفت تهرب؟ الحمد لله. طب وهم عرفوا طريقها ازاي؟ مش عارفة، بيقولي ان في حد بلغ. حد بلغ؟ لا، المسألة بقت خطيرة ولازم ننبه على الحاج عمران ياخد باله، لانه لو راح عند ريم والبوليس شافه يبقى هيقبضوا عليها. يا راجل فلا الله ولا فالك، ما تقولش كده. فلا الله ولا ايه، سيبك انت من الكلام. المهم ان احنا ناخد بالنا من كل خطوة بنعملها، وان كل اللي عملناه هيتهد. استرها يا رب، استرها يا رب. Thank you.
معلوماتي عن موضوع 25 يناير ده؟ الشباب اللي عايزين ينزلوا ميدان التحرير يوم عيد الشرطة مش كده؟ اه ده عددهم عمال يزيد. تفتكري هيحصل حاجة؟ حاجة زي ايه يعني؟ ثورة مثلا؟ ممكن. انت مش شايفة اللي حصل في تونس؟ ما تهيأليش، النظام عندنا صعب قوي ينهار زي اللي انهار في تونس. سمعنا ابويا دلوقتي قاعد مرعوب في البيت. ليه؟ اصل هو كان مظبط نفسه قوي مع النظام ده، وقبل ما امشي كان بيقولي ان هو قريب جدا هيبقى وزير الاستثمار. وايه اللي دخل باباكي في السياسه؟ واحد ملياردير زي ده هتفرق ايه بالنسبه له النفوذ والكراسي والحاجات دي؟ انتي ما تعرفهوش اصلك، هو بيموت في الفشخره قد عني. بس الفيديو اللي عملته له مراته قلب الدنيا. انا ايه ما حذرته بالست دي وهو ما سمعش كلامه، حر بقى. بس انت بتقول يعني انها مفبركه الفيديو ده لانه اكيد ما عملش كده. ايوه طبعا اكيد ما عملش كده. اضربها ايه؟ ده كان بيتمنى لها الرضا ترضى. امال ايه اللي حصل؟ معرفش يعني، وانت شايفاني بسال على حد فيهم. طب انت عارفه بقى ان انت لو كلمتيه دلوقتي ممكن تلاقيه متغير معاكي 180 درجه؟ انا مستحيل اكلمه. انا اهم حاجه عندي دلوقتي اطمن على ابني واتعافى من الهباب اللي انا كنت باخده ده. طب عندي حاجه ترجع لك انت. هو انت زهقتي مني؟ زهقت منك؟ ايه الكلام البايخ ده؟ طب تصدقي بالله؟ لا اله الا الله. انا دلوقتي بقعد افكر لما هتمشي هعمل ايه؟ انا مش عايزه ارجع تاني اقعد لوحدي. وبعدين خلاص انا اتعودت عليك. ربنا يخليكي ليا. يخليكي ليا. نطمن عليكي وتقومي بالسلامة يا رب. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت النهاردة زي الفل وأحسن بكتير. الحمد لله الحمد لله. الدكاترة بقولي كلها كام شهر وقدر أتحرك. إحنا كنا فين وبقينا فين يا عم ناير؟ الحمد لله. معقولة مصطفى؟ معقولة؟ لمار اللي كانت بتحب الحياة ضحكتها مجلجلة الدنيا، معقولة؟ الله يرحمها ويحسن إليها. تعرف يا ناير، طول ما انت غايب عن الوعي انا كنت شايل هم ازاي ابلغك موضوع لامار ده. عارف يا اخي، رغم اني اعرفها فتره قصيره بس حاسس انها فارقه معايا، فارقه معايا قوي. الله يرحمها يا ناير. اخبار الشغل ايه؟ يعني الحمد لله كله كويس. ناس محترمه بصراحه، اول ما عرفت موضوع الحادثه اتكلفت بالقلق كله. ما تنساش ان انت لسه على قوة الشركة، وان انت ما توقفتش غير شهر واحد بس ومتأمن عليك. فيه يا عم ناير؟ ده حقك، هما بيمنوا عليك. بس برضو حقهم من الواحد يقول فيهم كلمة كويس، الناس محترمة. طب بقول لك ايه، انت ما بتفكرش يعني تتواصل او تتصل بمريهان؟ تتصل يعني اقولها يا مصطفى، اقولها اتجوزت وراح اقضي شهر العسل عملت حادثة؟ ده كلام برضو يقدرش؟ امال هسيب لها شقتك وحالك ومالك اللي معاها ده؟ مستني بس ارجع مصر واسوي كل حاجه، شد حيلي بس. انت بتفكر ترجع لها؟ ارجع لمين؟ انت كان عندك حق. الجوازه دي كانت غلط من الاول. الحادثه دي غيرتني. حسستني اني مت ورجعت للدنيا تاني. الحادثه دي خلتني ارجع كل حساباتي. انت مش محتاج تتغير يا ناير. انت كل اللي محتاجه انك ترجع ناير وبس بتاع زمان. ان شاء الله. الله يرحمك يا لمار. الله يرحمك. أنا كنت عايزة أتكلم معاكي في حاجة كده. خير يا مريان؟ في إيه؟
مش انا وعدتك ان انا هقولك على اي حاجة؟ اه طبعا. انا بقالي يومين كده حاسة انك عايزة تاخدي مخدرات صح؟ طب بصي يا مريهان، انا عايزاكي تعملي زي ما انت بتعملي بالظبط، تقولي لي على طول اول ما تحسي بكده، وبعدين تجيبي ورقه وقلم وتعملي جدول تكتبي ايه المكاسب اللي كسبتيها من ساعه ما بطلتي الهباب ده، وايه الخسائر اللي خسرتيها من ساعه ما ابتديتي تتعاطي. اتفقنا؟ وعايزاكي تبطلي كمان القهوه والشاي. هبطل قهوه والشاي ازاي؟ زي ما بقولك كده، فترة ومش طويلة. أيوة بس إيه علاقة ده بالموضوع؟ هتعرفي بعدين، بس اسمعي الكلام اللي بقولك عليه. اتفقنا؟ حاضر. قوليلي بقى، أخبار الشباب اللي عايزين ينزلوا ميدان التحرير إيه؟ موضوع غريب قوي، عددهم عمال يزيد كل شوية. خلي بالك ان كل واحد فيهم عامل لي عنتر على الفيسبوك وبيقول هينزل ومفيش حاجه تمنعني، بس الحقيقه ما بتبقاش كده خالص. انا فعلا حاسه ان هم بيسخنوا الدنيا على الفاضي، محدش فيهم هينزل ولا حاجه. هنشوف، ربنا يستر.